أعوذ بالشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. على البيت الشهير الذي كان عن الإمام السجاد، الإمام السجاد أدى أكثر رسالة ممكنة، غيرت رسالته مجرى التاريخ، لا الإسلامي فحسب، وإنما غير مجرى تاريخ العالم. جواب ما أقول الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام، نريد أن نتكلم اليوم عن جانب معروف، وهو جانب أدعية الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام، وهذا جانب كل دعاء لكل إنسان. الأدعية الموجودة في الصحيفة السجادية وفي غير الصحيفة السجادية للإمام السجاد عليه الصلاة والسلام أدعية كثيرة، ونحن الواجب علينا أن نقتدي بالإمام السجاد بالدعاء، دعاء يعني ندعو، ونشرا للأدعية. أولا، الإنسان في كل حال من حالاته يدعو، في حالة الرخاء، في حالة الشدة، في حالة المرض، في حالة الفقر، في حالة العدو، في أي حالة من حالات الإنسان يجب على الإنسان أن يمرن نفسه بالدعاء من الله سبحانه وتعالى، ليلا نهارا صباحا مساء، عند الوضوء، عند الطعام، عند التطهير في دورة المياه، عند أي شيء ورد الدعاء عن رسول الله وعن الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام، لكل حالة وحادثة، وحتى بلا حالة وبلا حادثة، حتى أكل النهار في كل ساعة دعاء، الساعة الأولى، الساعة الثانية، الساعة الثالثة، الساعة الرابعة، الساعات المعوجية بطبيعة الحال، لأنه أقعد ساعات مستقيمة وأقعد ساعات معوجية بالإصطلاح الفلكي. الساعات المستقيمة تقسيم الليل والنهار إلى 24 ساعة، هذه الساعات المعروفة، وأكو عندنا ساعات معوجة، ساعات معوجة يعني تقسم النهار 12 ساعة، كبيرا كان النهار أو صغيرا، هذه تسمى بالساعات المعوجة، لأن فيها الإعوجاج، أحيانا تكون الساعة 60 دقيقة، أحيانا تكون الساعة 40 دقيقة، هذه تسمى بالساعات المعوجة الفلكية. في كل ساعة من الساعات المعوجة، يعني من الصباح إلى الليل، شتاء صيفا خريفا ربيعا، 12 دعاء في كل ساعة، تأتي صغيرة بطبيعة الحال. كذلك في ساعات الليل، في أثناء الليل، في أطراف النهار، في السفر، في الحضر، في الولادة، في المرض، يرزق الإنسان ولد، يشكر الله سبحانه وتعالى أن رزقه أمنا، رفاها، صحة، كل هذا يسمى بالدعاء. الإنسان يجب عليه أن يعود نفسه الدعاء في كل الحالات، وحتى في حالة اليسر، وحتى في حالة الشدة، وحتى في حالة الانقطاع ماكو علاج، وحتى في حالة يرى العلاج، في كل حالة الإنسان يتمسك بالدعاء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم من أكثر الناس دعاء، حتى أن أدعية الرسول جمعت في كتاب، وأنا رأيت الكتاب، لكن الكتاب مخطوط، أحد علماء كربلاء ألف هذا الكتاب، كتاب ضخم ما يقارب مفاتيح الجنان وما يقارب القرآن الحكيم، أدعية للرسول صلى الله عليه وسلم، مخطوط هذا الكتاب مع الأسف، وإلا أكل الرسول وهو أكثر الناس عملاً، كتاب ضخم من الأدعية للإمام أمير المؤمنين، أكو أدعية للإمام السجاد، الإمام الباقر، الإمام الحسين، وإلى الإمام المهدي، أكو أدعية في مختلف الحالات، وكذلك الأنبياء السابقين، وأكو في القرآن الحكيم، وهو أصدق كتاب وأحسن كتاب وأسرع وأكثر الكتب مطابقة للواقع. الله تعالى بالصراحة يقول: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يعني ما لكم فيه،
بس أن دعاءكم هو الذي سبب أن الله يعتني بكم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. أما فوائد الدعاء، الفائدة الأولى للدعاء الثواب والأجر. نحن في الحقيقة أعمارنا في الدنيا أعمار من أكثر ما تكون، حتى إذا عشنا في الدنيا 1000 سنة. العلماء يقولون إن عمر الأرض 4000 مليون سنة، 4000 مليون سنة، ولعله أكثر. 4000 مليون سنة إحنا كنا، يعني إحنا من الأرض لا شك فيه، من خلقناكم وفيها نعيدكم. فاحسب أنت 4000 مليون سنة قبل هذا كنت موجودا، كنت وكنت، هذا أي عمر طويل. ثم نأتي إلى الحياة الدنيا 100 سنة، 80 سنة، 60 سنة، 70 سنة، حتى نروح 1000 سنة. 1000 سنة مش في عمر الدنيا، لأننا نموت بعد ذلك بعد 50، 60، 100 سنة، 1000 سنة. وإذا متنا نحن البرزخ 5 سنة الله يعلم، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كم سنة البرزخ؟ لعله 1000 مليار سنة. كم سنة البرزخ؟ أنا رأيت في بعض الأحاديث أن الإمام الحسين في الرجعة وحده يحكم 90,000 سنة، لأن الأئمة يرجعون كلهم إلى الحياة، والأنبياء يرجعون إلى الحياة، وكل واحد يحكم، والحسين وحده يحكم 90,000 سنة. الله قديم أزلي أبدي، نحن مثالنا في الحياة أصغر من قطرة ماء في هذا البحر، أصغر وأحقر مثالنا في الحياة مهما تصورنا. الإمام السجاد يحكم هذا الكلام، الإمام السجاد في دعاء أبي حمزة يقول وما أنا وما خطر أنا شنو أصلا. الإمام السجاد يقول وهو حجة الله وبيده مفتاح الكون، يقول الله وما أنا وما خطر أنا شنو أصلا. الرسول نفس الشيء يقول ولو عصيت لهويت. والرسول أيضا يقول صلى الله عليه وآله وسلم في كلمة وكلمة، والإمام المؤمنين يقول وموسى يقول وعيسى يقول، لأن واقع الكون في الشيء إلا يتصور. فحياتنا نحن شيء قصير جدا وجدا. قبل هذه الحياة كنا في الأرض، إحنا في الأرض، وبعد هذه الحياة نذهب إلى البرزخ، وكم سنة نحن في البرزخ مو معلوم، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعث. 1,000,000,000 سنة، 1,000,000,000,000 سنة مو معلوم. بعد ذلك نذهب إلى الحشر بعد البرزخ، والحشر كما في القرآن الحكيم 50,000 سنة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هذا يوم المحاكمة. وهذا مو عجيب، وحتى أنا أشك شخصيا في أن هل أن 50,000 سنة من سنية الدنيا أو 50,000 سنة من سنية الآخرة، حتى أن كل يوم 1,000,000 سنة. يعني هنا ما قال الله تعالى مما تعودون، قال في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قسم من العلماء قالوا في تفسير قوله تعالى 4 أيام سواء للسائلين في القرآن، الله يقول قدرنا الأرض في 4 أيام في القرآن سواء للسائلين، قال كل يوم 1,000,000,000 سنة مطابق ل4 مليارات. لأن الله كبير وسيع، مهما ذهب فكرك فالله أوسع، والدنيا أقدم والبقاء أعمق. فبعد ذلك نذهب إلى القيامة، وبعد ذلك الجنة الأبدية والنار الأبدية والعياذ بالله. إيش كثر هذا الطول بعد الشيء الأبدي الإنسان لا يتصوره أصلا، لأن كل ما ذهبت ذهبت. فالدعاء فائدته الأول الثواب. 50 سنة نحن في الحياة في الدنيا، ونحن محتاجون إلى الأكل والملبس والمشرب والحركة والسكون والرفاه. ففي ذلك اليوم الآخرة أو اليوم الذي هو البرزخ أو اليوم الذي هو الجنة، نحن لا نحتاج إلى الثواب والأجر، لأن كل شيء ما هو بالدعاء ما نحتاج. فأول فائدة الدعاء الثواب، هذه الثوابات الهائلة الموجودة في كتب الأدعية
من قرأ الصباح فله كذا، ومن قرأ يستجير فله كذا، ومن قرأ الجوشا فله كذا، ومن قرأ الحجر اليماني فله كذا، ومن قرأ العلوي المصري فله كذا. فالثوابات واقع يليق بالله سبحانه وتعالى، يعني حيث إن الله إله يعطي هذا الثواب. من قرأ الدعاء فلان يعطاه الله ألف مدينة في الجنة، مبارك، لأن الله بإرادته يخلق مليار مدينة مو ألف مدينة. هذا الفائدة الأول من الدعاء وهو الثواب. الفائدة الثانية في الحقيقة الدعاء أعظم المدارس التربوية. نحن كمسلمين ندعو إلى ماذا؟ إلى التوحيد، إلى العدل، إلى النبوة، إلى الإمامة، إلى المعان، إلى الجنة، إلى التجنب عن النار، إلى الصدق، إلى الأمانة، إلى المروءة، إلى الغيرة، إلى الشجاعة، إلى الشهامة، إلى الصلاة، إلى الصيام، كله موجود في الدعاء. وهذا شيء يخص الشيعة به، ويخص هو بالشيعة. عند السنة أكو لكن كلش قليل، وعند المسيحيين أكو أكل من القليل. الدعاء مدرسة كاملة من أول المدرسة إلى آخر المدرسة، يعني من الروضة شروعا، ولا تتخرج من الجامعة وصير دكتور ودكتوراه، كله أدعية. لاحظوا أدعية مفاتيح الجنان، ولاحظوا أدعية الصحيفة السجادية أو البحار أو غيرها. شوفوا إيش كثر أكو دعاء، وكل دعاء أصول دين، فروع دين، أخلاق، آداب، تربية، اجتماع، اقتصاد، سياسة، كل شيء أكو من أدعية واقع. وفي الحقيقة الدعاء هو شيء أنزله الله من السماء للأرض، لأنه مدرسة سيارة معك بصورة بسيطة واضحة سهلة وعلى طول الخط بيضاء. إذا أردت أن تعرف الإسلام من أوله إلى آخره في مفتحه، بلي إلى شككت بين الاثنتين والثلاث ممكن الدعاء موجود، لكن الأصول والخطوط العامة والفكرة الكونية والحياة وكل شيء موجود في الدعاء. هذه هي الفائدة الثانية للدعاء. الفائدة الأولى فائدة الثواب. الفائدة الثانية فائدة أن الدعاء مدرسة سيارة، ومدرسة سهلة، ومدرسة تربوية، وعلى طول الخط موجود هذا الشيء. هذه الفائدة الثانية للدعاء. الفائدة الثالثة للدعاء، الدعاء إيحاء. اللهم أغن كل فقير، هذا يوحي إلى نفسك بإغناء الفقراء. إغناء الفقراء، مو تعطيهم خبز، مو تعطيهم مرض، مو تعطيهم عيش. اللهم أغن كل فقير، يوحي إلى نفسك هذا الشيء. القتلة يوحون إلى أنفسهم بالقتل، المتدينون يوحون إلى أنفسهم بالديانة، الصرافين يوحون إلى أنفسهم بالمال. هذا إيحاء، إيحاء يعني يكرر على نفسه، يكرر 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 حتى تكون نفسه كقطعة من هذا الشيء. الأدعية كلها إيحاءات، إيحاءات نفسية، إيحاءات نفسية بأجمل معاني الخير والفضيلة والتقوى وأجمل معاني الإنسانية. إيحاء، ولا تجعل عيشي كدا كدا، ولا ترد دعاي علي غدا. هذا لا يحيي إلى نفسك أن لا يكون عيشك كدا كدا. وانصرنا على من ظلمنا، ما يحيي إلى نفسك يجب أن تنتصر على من ظلمنا. وألف جملة وجملة في الأدعية، إيحاءات، إيحاءات بكل معاني الخير والفضيلة والجمال. أكو هالشكل إيحاءات أكثر. فلما كنت أقرأ في أحوال غاندي مشهور، يقول على أنه غاندي كان من أجبن الناس، وحتى أنه كان إذا صعد الدرج كان يركض في الليل خوفا من أن يأخذ الجني رجله. هذا لكثير من الناس هالشكل، يقول غاندي هالشكل كان جبان غاية الجبن. وبعد ذلك في الحقيقة أكو فرد أشياء أنا لاحظت في أحوال غاندي حقيقة مو أنه شجاعة، يجب أن يسمى بالتهور. مثلا تلميذه نيفرو يقول في كتابه، يقول هو كان يريد أن يرى كيف يعيش الفقراء والفلاحون حتى يشاركهم في آمالهم وفي آلامهم. يقول أخذ فرد قرية من الهند، يسمي اسم القرية في كتابه،
يقول أخذ ذهب إلى فلان قرية التي كانت مثالا في البؤس والمرض والتأخر. يقول راح يعيش القرية، يبقى فلس 6 أشهر حتى يشوف كيف يعيشون هؤلاء. يقول أنا وبراسات رئيس الجمهور الهند السابق وفلان وفلان تبعنا رحلة، لكن هناك كانت تجتاحهم ملاريا. قلنا شو نسوي؟ أي معلمنا ولازم نشوف. يقول ذهبنا إلى تلك القرية، رأينا أن غاندي مخيم فرد خيمة خارج القرية، وهذا المكان يقول أول ما دخلنا في الخيمة وشفنا غاندي مريض هو من جراء المرض الذي يجتاحه منطقة. يقول رأينا أعجب من هذا، وهو رأينا في وسط الخيمة أكو فريد شيء مسوي من زجاج، وهو يبين أسلوبه هناك شنو الأسلوب، لكن أنا ما حمقت الأسلوب واقع رأيته قبل 20 سنة واقع رأيته. يقول فريد شيء كان في الصندوق من زجاج ومسوي عيدان ومسوي حبال ويصف في الكله. يقول لأن هناك كان مركز للحيات، حي تحت المنطقة. يقول يومية كنا نملأ هذا المكان غاندي ونحن نملأه بالحيات، وبالليل نذهب يعني غدا أو بالليل نذهب إلى غابة هناك نلقي هالحيات في الغابة. يقول ليل نهار، يقول أصلا إحنا ما عندنا نوم من الخوف هاي كذا. يقول منتج الحياة في الخيمة نأخذ ذوية في عيدان اللي غان كان مرتبه. يقول وهو كان وحده هناك يعيش، ويومية يروح إلى القرية ويشوف الأهالي ويواسيهم أكلهم يأكل. يقول عادة وقت اللي أهل وصلنا هناك اجتاحنا مرض. في قصة طويلة يذكر وهو يصدق، يعني ما يكذب هذا الشيء، رجل على وضع رئيس جمهورية ورئيس الوزراء ما يكتب كذب في كتابه الكذب الصريح وينشره بكل اللغات، لكن يقولون أنه من أين صار غاندي هالشكل، هذا الرجل الجبان الهائل إلى حد الشجاعة التهورية وأكثر من تهور واقع. يقول لأنه هو ما يقول، واحد آخر يقول لقصة أنه في قصة حياة غاندي، يقول أن أمه علمته أنه كل يوم صباح يملي على نفسه إني رجل شجاع أحب الخير للناس. يومي كان يملي على نفسه إني رجل شجاع أحب الخير للناس. الإيحاء سبب من هذا. الآن تلاحظوا هذه القصة البسيطة المتكررة عندنا، جت وتدخل في البيت وهناك طفل يخاف من القطوة، يقول روح ادخل يتشجع روح، قل له خاف كلا يخاف. غير أن الإيحاء سبب الإيحاء بالناس أو الإيحاء بالنفس، أدعى إيحاء يوحي إلى نفسك بمعاني الخير والجمال، يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت رب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه، وهو شهر رمضان الذي أنزل به القرآن هدى للناس إلى آخره. ما أوحى إليك يا علي يا عظيم، ما أوحى إليك يا غفور يا رحيم، معنى المغفرة، معنى العظمة، معنى العلم، ما أوحى إليك هذا شهر رمضان شهر عظيم أصومه، ما أوحى إليك أنزلت به القرآن أن القرآن كتاب منزل، أوحى إليك تلقائيا أوحى إلى نفسك قلب الله، وأخذ أي دعاء كان، أي دعاء أكبر إيحاء للنفس بمعاني الخير والفضيلة والجمال، ولا يوجد مكان آخر. اللهم اهدني من عندك، ما يقول أنا أحتجي وأخذ علي من فضلك وأنشر علي من رحمتك وأنزل علي من بركاتك، اللهم أعتقني من النار يعني معاك وأدخل الجنة، ما يوحي إليك. ولذا في الحقيقة نحن الآن ولو ذهبت عنا الدنيا إحنا المتدينين، لكن لاحظ المتدينين هم أقرب الناس إلى الإنسانية في آدابهم في سلوكهم في أعمالهم في حركاتهم في تفكيرهم في اتزانهم. إذا ذهبت إلى المحاكم تشوف أقل هؤلاء الذين يحاكمون هم المتدينون، أقل من قليل. يعني إذا 100 واحد يحاكمون إلى المحاكم حول قضايا السرقة والاختلاس والنزاعات العائلية تشوف 90 منهم متدينين، 10 أو 5 منهم.
وهذا حسن قليل، مو خمسة، مو 5%. وإذا ذهبت إلى السجن نفس الشيء، وإذا ذهبت إلى المستشفيات الأمراض العصبية والعقلية نفس الشيء. أبدا المتدينون قلنا ولو أنه ذهبت عنهم الدنيا بالسوء تصرف كبرائهم وزعمائهم، الحكومتين الإيرانية القاجارية والحكومة العثمانية، لكن إلى اليوم هم أقرب الناس إلى الفضيلة والتقوى والإنسانية في جميع شؤون الحياة. هذا هو الشيء الثالث الذي يعطينا الدعاء. الشيء الأول الثواب، الشيء الثاني مدرسة تربوية، الشيء الثالث الإيحاء. شوف الآن الأحزاب الموجودة في العالم، في كل العالم، هذول شنو يسوون؟ يوحون إلى أولادهم، يوحون إلى أصدقائهم بأشياء. انتسل عني لتعرف مذهبي، أنا بعثي اشتراكي عربي. شنو هذا؟ كل مكان في سوريا هذا الشعر مكتوب، يعني شنو هذا؟ غير إيحاء يريدون؟ كمثل أليم، هذا طبيعي يوحي. أنا أذكر في أيام عبد الكريم قاسم في كربلاء أحياناً كنا نخلف البلافتة الأمة الإسلامية تعزي، الأمل ينخبص. أنا قلت أقول لأصدقاء شنو هذا تسوي حتى الأمل تنخبص على هاي البلافتة الأمة الإسلامية؟ هذا توحي، يعني كل من مر من هنا يعرف أمة إسلامية أكو في العالم. وإلا فرد قطعة قماش كل قيمتها نصف دينار، وفرد خط مكتوب عليه سواد على بياض، هذا ما له قيمة، لكن هذه توحي. الدعاء يوحي، إيحاء، إيحاءات مستمرة. هذا الشيء الثالث في الدعاء. الشيء الرابع في الدعاء أنه أفضل بلسم للإنسان. والعياذ بالله أخذوك وسجنوك سجنا أبديا في غرفة منفردة، أنت يقينا تجن إذا لم تكن مع الله. يا أنيس المستوحشين، إذا كنت مع الله هذا بلسم، كأنه برد إنسان معك، كأنه مو إنسان معك، كأنه قوة قاهرة معك. في إنجلترا كان نظام السجون الإنفرادية محكمة إلى مدة، المجرمين الكبار يسجنوهم سجون إنفرادية، أما سنة أما 6 شهور أما كذا. فرد واحد من السينمائيين من المخرجين للسينما، فرد مرة زار السجون الإنفرادية، زار السجون الإنفرادية، هو هذا الرجل زارها بإذن. بعدما زارها بإذن صنع من أحوال السجناء الإنفراديين سينما، فيلم. لما عرض هذا الفيلم، الليلة عرض هذا الفيلم، في غده اجتمع مجلس العموم البريطاني استثنائيا لأجل إلغاء السجون الإنفرادية، وألغيت إلى اليوم الغاء، لأنه لما ذهب هذا الإنسان المسجون سجنا انفراديا ويعرف أنه سنة أو سنتين أو أقل أو أكثر في السجن الانفرادي، هذا في الحقيقة أكبر كارثة تكون عليه. شافهم بعضهم يعطون صوت الحمير، بعضهم يعطون حالة الأسد، بعضهم يصيحون، بعضهم يضربون أنفسهم، بعضهم يضربون رؤوسهم على الحيطان، يأخذ تصاويرهم. شاف عالم من الجنون للعقلاء، فعرضها في فيلم. لما عرضها في فيلم بالليلة، هالليلة عرضت هذا الفيلم، غدا اجتمع المجلس العموم البريطاني لإلغاء السجون الانفرادية وألغى. بس في بلادنا موجودة بعد، كمان في بلاد الشيوعيين موجودة السجون الانفرادية، أما في فرنسا، في أمريكا، في ألمانيا، في هالأماكن مو موجود، ألغى كلها، ألغى بعد إلغاء البريطانيين كلهم، ألغى السجون الانفرادية لأنهم أقرب إلى الإنسانية منا، يعني من الذين يأخذون بأزمة بلادنا. الشاهد في أنه إذا كان لا سمح الله مبتلى بسجن انفرادي، وهذا موجود، بس أنت مو مبتلى، أنا مو مبتلى، هذا مو مبتلى، والحمد لله رب العالمين، لكن ما كنت مبتلى من ألوف في بلاد مبتلى، هذا لا، لا سمح الله أنت ابتليت أو زيد ابتلي بمرض عجز الأطباء عن علاجه، وقالوا أنه ما عندك علاج حتى تموت بعد 3 شهور، 4 شهور، 5 شهور، 6 شهور، ما هو هذا الشيء. أكبر عزاء لهذا الإنسان هو الله والاتصال بالله سبحانه وتعالى، هذا أكبر عزاء وأكبر تسلية.
لأنك إذا ربطت بالله تعرف أن هنالك قوة تتمكن من إنقاذك مهما كانت ظروفك شديدة، أو أنك فقير فقرا مدقعا وما عندك علاج. إنسان عقيم وعشرات الأشياء من هذه الأمور، من ينجي الإنسان؟ أقلا إذا ما أكو نجاة خارجية أكو أسوة وأكو بلسم وأكو اطمئنان، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا لا شك فيه أن الإنسان المتصل بالله سبحانه وتعالى، هذا الإنسان يقين تكون فجائعه ومشاكله وآلامه جزء من مليون جزء من الإنسان المرضى بالله سبحانه وتعالى. هذا لا شك في ذلك. حتى أنا قبل مدة شفت تقرير في علم النفس يقول على أن الإنسان الذي يقف للصلاة أي صلاة كل أجهزة جسمه تشتغل بانتظام. يعني من الممكن أن قلبك تضطرب أو الدم في بدنك مثلا مجرى غير عادي أو كذا، فإذا وقفت للصلاة صلاة بخشوعها كل أجهزة الجسم تشتغل بانتظام. الدعاء من فوائده هذا الموضوع، وهذه هي لها من فائدة. شلون فائدة كبيرة أن الإنسان يعرف أنه متصل بمن بيده كل حل. يجي فرد واحد قبل الإمام العسكري وهو في السجن، فرد قبل خارجه يحضرون أمام الإمام، هذا أحد يبكي. الإمام قال لماذا تبكي؟ قال لأنه أشوفك هنا في السجن وهنا قبل أمامه. الإمام قال أنت هنا أنا بعد عقلك ثلاث كتب، أنا مربوط بالله، شنو أنا هنا؟ الإنسان المربوط بالله يحق له أن يقول للذي يبكي له وأنت هنا، أنا أنت ما تشوف، أنا أشوف شنو اتصالاتي. قصة طويلة ما علينا بالقصة، عشان في هالكلمة من القصة. الإمام قال له أنت هنا، أنا بعد على عقلك القديم. هذه فائدة أيضا من فوائد الدعاء، وهي الفائدة الرابعة، أن الإنسان المتصل بالله والداعي، هذا الإنسان عنده اطمئنان قلب بالعكس من الذي مو متصل بالله. فرد مرة علماء النفس في أحد البلاد الغربية اختلفوا في أنه هل كلام الإنسان يؤثر في إنسان آخر تأثيرا خارجيا أو تأثيرا خياليا. يعني الآن أنا اللي أتكلم حقيقة يؤثر فيكم هذا الكلام تأثير خارجي يؤثر أو تأثير خيالي يؤثر، تأثير نفسي تأثير وهمي. قسم منهم قالوا تأثير خيالي، قسم منهم قالوا تأثير خارجي. صار القرار أن يجرب هذا الشيء تجربة عملية. هذول اللي اختلفوا علماء النفس الطبي كانوا في مستشفى من المستشفيات الغربية. قرأت في كتاب يقول دخل إنسان أحد عملاء المستشفى، أولهم قال له بطبيعة الحال بعد المؤامرة على الموضوع، المؤامرة مو مع المؤامرة الغرفية، المؤامرة يعني التآمر بينهم. أحدهم قال له فلان ما بك اليوم؟ أشوف وجهك مصفر، كل شيء ماضي. هذا مسح يده على وجهه. الثاني هو يمشي ما يدري هذول عندهم مؤامرة على الموضوع. الثاني قال أشوفك عيونك شوية بالنظر، امبارح مو نايم، تتثاوى بشبيك، هذا أخذ يتثاوى. الثالث الرابع الخامس وصل إلى الغرفة والنام وأخذته الحلمة. صار مريض. وأنا جربت هذا الشيء، أنتم جربوا كلكم، عندكم ولد يفتح كل شيء ماضي. خليه يدخل في الغرفة. يكتب اليوم أشوفك وجهك مصفر، يقول إيه امبارح ما نايم. بعد دقيقتين يقوم يتحاور. بعد خمس دقائق يحس بأنه يريد ينام. أوحيت إليه وصنعوا قصة بالعكس. فرد واحد كان مريض في نفس المستشفى نايم بالحمى، جاء الأول قال له الوجه أحسن. أنا حقيقة دائما أجرب هذا الشيء في المستشفيات، وقت اللي أروح عند الأصدقاء أقول الحمد لله اليوم أحسن. هي هو يقول حقيقة يجري الدم في وجهه، لاحظوا وطالعوا هذا الشيء وجربوه بأنفسكم. قال اليوم حالك أحسن الحمد لله شوية. ثاني أجي قال لي، ثالث أجي قال لي، رابع أجي قال لي، خامس أجي قال لي جامدون. ولذا بعد هذه القصة جعلوا في المستشفيات شعبة الطب النفسي يأثر. هذه هي الفائدة الرابعة للدعاء، الارتباط بالله. الفائدة الخامسة للدعاء في الحقيقة أكو أشياء لا يحلها إلا الله، فسيحل كل شيء يحل بأنفسنا.
إذا كان كل شيء منا تحل بأنفسنا ما كانت لنا مشاكل. الله كل شيء بيده، وإنما بيدنا أشياء صغيرة بسيطة فقط وفقط. هذه الأشياء الصغيرة البسيطة بأيدينا نحن. إذا حقيقة الإنسان راح إلى الله، الله يقضي حاجته. كذب قاضي الحاجات؟ كذب أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ خلي 100 طبيب يقول لك ما يصير عندك ولد، وكل قطرة من الصحة ما أكون في جسدك. يا الله خلص كل شيء. أحد أصدقائنا هذا مختار، ولعله هو التكويت ويانا في زيت الليل، هذا متزوج 4-5 سنوات ما يصير له ولد. فالليلة احنا نروح ويا مستشفى، يريد الكبسك بصلاة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، إياك نعبد وإياك نستعين. كمسي وأسبوع صلاها، في أسبوع صارت عند نطفة، بينما الأطباء كانوا قالين لا ما يصير لك ولد. هذا أينا لم يجرب هذه الأشياء؟ كلنا جربناها لا شك فيها. أنا ما أقول أن الدعاء بالمية مية، لا، الدعاء بالمية 90 بالمية 80 بالمية 70 بالمية 50 بالمية 50 هم قابل للموضوع. أشياء بيد الله سبحانه وتعالى. كان عندنا فرد خطيب في كربلاء يأتي من إيران اسمه سيد أحمد القمي. الحقيقة الخطيب كان كلش منظم. أنا الحقيقة في عمري شايف خطباء جدا منظمين، لأنه الإخوان كلهم يصيرون في المستقبل خطباء، الإخوان الشباب أقصد. الحقيقة من الضروري الخطيب يكون موزون، يكون منظم في تفكيره، في كلامه، في حركته وسكونه. ضروري للخطيب أن يكون إنسان منظم وإنسان يجمع نفسه، مو مبعثر. يعني قسم من الناس مبعثرين، قسم من الناس مجموعين في كلامهم، في ضحكهم، في بكائهم، في حركتهم، في سكونهم. قوتر ما يضحكون، قوتر ما يمشون، قوتر ما يعطون، قوتر ما يعملون، قوتر كذا. لأن يعني هذه الأشياء تسقط الإنسان عن الميزان. هذا حاجة أحمد الله يرحمك من هالنوع، من النوع الراقي، من هالنوع الراقي. واستفدت أنا في حياتي من هالاستفادة جدا كبيرة في وزنه وموزونيته. هذا كان ينقل قصة، وكان قصص مطبوخة عند هذا الرجل، جدا قصص مطبوخة وجميلة. كان من جملة قصصه يقول حاجة أحمد، يقول هو بنفسه، يقول رأيت موظفا في أبادان الإيرانية. هذا الموظف على طول الخط يذكر الله تعالى، يقوم يا الله، يقعد يا رحمن، يكتب يا غفور، على طول الخط ذكر الله على شفته. يقول أنا هذا الشيء قليل شايف، لأن أنا شايف قليل هذا الشيء. الله يرحم والدي على الشفته، على طول الخط يذكر الله. ومعروف أن الشيخ عبد الكريم اليزدي المرجع في قم أيضا كان من هذا القبيل، على طول الخط يا الله وذكر الله على لسانه. ونحن إذا متنا نعرف فائدة هذا الشيء. الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ذات مرة جاء بالحلاق فأراد أن يزين شفته. الحلاق قال الإمام أمير المؤمنين سد فمك حتى أقطع وأقص الشعر الزائد، لأنه إنسان وقت اللي يتكلم ما يصير أنه يقطع الشعر ويخاف أن المقراض يجرح شفة الإنسان. الإمام قال الوقت أسرع من هذا، قوسش ما صار إيش. يعني الإمام أمير المؤمنين على خبره مو مستعد لحظة لا يذكر الله سبحانه وتعالى. بس إحنا ما نعرف هذه الأشياء، لأننا في عمي كما يقول الإمام، ويقول قريبا ما يطرح الحجاب، يطرح الحجاب من أمام عينك ومن أمام عيني فنرى أنه أية خسارة خسرناها. حاجة أحمد يقول أنا وين عجبت من هذا الموظف الذي يذكر الله دائما. فاليوم قلت له أنت موظف أصلا وظيفتك لا توحي إلى هذا الشيء، ثم أنا ما شايف قليل شايف حشك الناس يذكرون الله بهذه الصورة، شنو سبب؟ قال الحقيقة إني قصة إني لا أنسى الله طول عمري، مو هذا تصنع مني، هذا تلقائيا يأتي إلى لساني. وما هي القصة؟ في هذه القصة أنا كنت ضابطا من ضباط الجيش الإيراني، صارت في كردستان حركة ضد الحكومة، قصة ما قبل 4 سنين. الحكومة اتهمتني أنا وزميلي بأن
المحركان لهذه الفكرة وهذه شبه الفكرة. فأمرت الحكومة ونفس الشاه، مو هالشاه، شاه السابق، بالإعدام لي وله وصديقه. حكمنا بالإعدام. أمر الشاه، الشاه السابق، بالإعدام في إنسان متهم بأنه مثير فتنة وثورة محلية، هذا معناه 100% ينفذ. يقول أخذونا وذهبوا بنا إلى الجيش حتى صباحا ويا الأذان نعدم إعدام. يقول اجونا، اجوا خلوني في غرفة أنا وصديقي، وكلانا نعرف أننا ليلة أخيرنا، وكلانا نعرف أن التهمة تهمة مكلوبة مو تهمة واقعية. هذا صديقي كلش كان مضطرب، يبكي يصرخ كذا. قلت له أنا أن هناك قد فرد ملجأ آخر لتخليصنا. قال وما هو الملجأ؟ قلت نبرق إلى الملك. قال الملك هو الذي أمر بإعدامنا. قلت لا، من فوق الملك؟ يقول قال لي جورج بريطانيا يعني تقصد. قلت من هو فوق جورج؟ قال من هو؟ ما كان ملتفت من اضطرابه. قلت الله. قال شو برقية ويا الله؟ قلت برقية ويا الله، لا نتوب ونستغفر، ومن الآن إلى الصباح نبكي ونقرأ أما يجيب. أما يجيب المضطرب هذا الصادق، لأن أحيانا في المسجد أحنا نقرأ أو في البيت، الأمن أن يجيب المثير. يقول شرعنا. قلت هاي برقية إلى الله تعالى. شرعنا بكاء حقيقي وأما يجيب. يقول شرعنا إلى الصباح. كل شوي يقول ما جتي جواب البرقية. يقول أنا مثله. صار الصباح، اجوا الشرطة الجيش تسلمونا من السجن وذهبوا بنا للإعدام. يقول الإعدام ذاك اليوم هالشكل، فرد خشبة هالشكل، وفرد خشبة هنا، وفرد خشبة هنا، وفرد خشبة هنا، يعني خشبة مربعة وسطها فارغ. فيخلون هذا المعدم يربطوه يديه بهنا ورجليه بهنا الخشبة التحتانية ربطا محكما، ثم يرمونه بالرصاص. والرمي بالرصاص، قبل الرمي بالرصاص يصفرون الأول، الثاني، الثالث الرمي، كأنه يعد متبع إلى اليوم. يقول إجوا لما صنعوا هذا الصنيع بنا نحن وربطونا، أنا وصديقي في خشبة ربطونا أحدنا مع الآخر. يقول هذا صديقي قال لي بلسان يتكلم، قال ما جت جواب البرقية. قلت الله كريم، لكن أنا ميت من جنبكي أصلا وما نشوف مكان أبدا. صفر صفر الأول نفس الشيء، ماكو جواب. صفر تصفير الثاني، ماكو برقية، ماكو جواب. والآن يعني بعد دقيقة بين كل صفار وصفار وفرض دقيقة، الآن الصفار الثالثة والإعدام. يقول صفار الثالثة تأخر من الموعد المحدد، لأن إحنا جيشين نعرف هذا الشيء، هم أفسر ضابط الجيش. تأخرت مقدار دقيقتين، مقدار ثلاث دقائق. قلت لي صديقي أظن جاء جواب البرقية. برقية في الله تأتي جوابه، لكن من قطاع. يقول بعد شوية شفت فرد همهمة صار في هذول الجيش المحيطين بنا والذين يريدون رمينا. محيط تكلموا كذا، قلت للأخ جاء جواب البرقية. يعني هذا ما يصير بلا جواب برقية. بعدين يقول الهواء شوية نور صار فيه في الصحراء أيضا. شفت من بعيد فرد واحد جاي يجي، لما أحسسنا شوية شوية نشوف، يقول ما نشوف كاملة، شوية نشوف. شفنا من بعيد فرد واحد خيال جاي يجي، وفرد شفية بيده يحرك الشفية بسرعة جاي يجي. هذول هالتأخير من شافوه جاي يجي أخره إلى أن وصل. وصل إلينا، ولما وصل هذا وقال لهؤلاء شيء نشوف هذا الشيء، يعني شوفا قليلا. إذا أجوا فكروا في عمله بلا كفاية بلا. يقول احنا ما كنا نروح اصلا، كل اعصابنا منهاره. سالنا شنو السبب؟ قالوا البارحه تحقق عند الملك انكما لستما المجرمين، وانما المجرمان فلان وفلان واعدما اليوم. وحيث انه قريب من كرمنشاه، ماكو الى هناك الملك برقيه مستعجله الى كرمنشاه، انقذوا حياه ذول الاثنين. حتى لما وصلت البرقيه وهذا راكب من كرمنشاه واصل الى المعسكر، هو واصل بين الصفير الثاني والثالث. كل شيء بيد الله، لا شك فيه. مو بس احنا المتدينين، حتى اللادينيين يعرفون ان هناك قوة كونية هي المسيطرة. الدعاء تؤثر هذا التأثير. هذه هي الفائدة الخامسة للدعاء. الثواب، المدرسة، الإيحاء،
التأثير النفسي حل المشاكل، وهذا هو الفائدة الخامسة. الفائدة الخامسة، الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام كان يرى هذه الأشياء وأكثر منها لما كان يدعو ليل نهار. نعم يجب أن لا يشتبه. الحديث الشريف يقول: الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر. مو فقط الدعاء، دعاء وعمل، هذا لا شك فيه. يدعو ويعمل، مو أنه لا يعمل ويدعو فقط، لا، دعاء وعمل. لأن الأسباب الكونية نصفها الله فوضها إلينا، ونصفها الله أخذها بيده، هذا يحتاج إلى الدعاء. أقول في الحديث إن الله سبحانه وتعالى لا يستجيب دعاء أفراد، أحدهم من يجلس في بيته ويقول اللهم ارزقني، الله يقول له فتحت لك أبواب الرزق في مناكبها وقلوب الرزق، الله لا يستجيب له. الشخص الثاني الإنسان الذي عنده زوجة تؤذيه يقول اللهم خلصني منها، الله يقول له جعلت طلاقها بيدك، إذا لم تردها طلقها. لا نقول نحن الدعاء بلا عمل أبدا، لكن نقول أن نصف الكون مربوط بالدعاء. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، إذا ما قعدتكم دعاء الله ما كان يدير لكم بقى. بالفعل أنا الله ما يدير ما ضعني دعاء، انتهى الدعاء من بلادنا. بس أنه بقي لجماعة من العجز من الكسالى أو في شهر رمضان فقط، أو في دعاء يقرأ وهو لا يعرف شنو مضمونه، اللهم تركنا وشأننا. الإمام السجاد في أحلك الظروف كان يتمسك بالدعاء إلى جانب العمل، فاليوم ذكرنا العمل في المسجد شيئا من عمل الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام، لكن هذا أيضا شأن من شؤون الدعاء. نحن يجب علينا أن نتعود على هذا الشيوع، دعاء الصباح. الإمام أمير المؤمنين كان يحتاج إلى الدعاء، الرسول كان يحتاج إلى الدعاء. في حديث جوشن راجع المفاتيح، في الحقيقة من الضروري على كل صديق أن يشتري مفاتيح يطالعه من أوله إلى آخره ويقرأه بعده. في دعاء جوشن، جوشن يعني الدرج، حديث جوشن وهو هذا الحديث الطويل اللي أقل تقدير إنسان ساعة يقرأه، شأن نزوله أن رسول الله كان في حرب وكان عليه جوشن ثقيل، درع ثقيل قد ألمته، ألمت رسول الله، فنزل جبرائيل وقال يا رسول الله اقرأ هذا الدعاء لتخفيف الألم عنه، وهو في الحرب. ويتبين أنه في ساحة الحرب، قال لأنه إذا كان في الخيمة ما كان يلبس الدرع، كان يخلي الدرع. يتبين أنه في ساحة الحرب فقرأه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الدعاء الطويل اللي موجود في مفاتيح وغير المفاتيح اللي فيها ألف اسم من أسامي الله تعالى. وهذا الدعاء من المجرد حقيقة، دعاء يستشير، دعاء جوشن، دعاء المشلول، دعاء كوميل، دعاء شاهد النجم، هذا الأدعية الموجودة عن الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام، من المجرب أنها مؤثرة. أيكم جربوا، لكن جربوا باستمرارها، حتى الدواء في يوم لا يشافيك، 40 يوم أخي يستشير لحاجة، شوف الله يعطيك أمرها، 40 ليلة يقرأ دعاء الكوميل، لأن دعاء الكوميل مو خاصة ليلة الجمعة، ليلة الجمعة أفضل أوقاتها. شوف الله يستجيب دعاء. الإمام السجاد علمنا هذه المدرسة الهائلة، لكن نحن يجب أن نعرف قدرها. في الحقيقة مفاتيح الجنان أفضل من جميع نفط البلاد الإسلامية عربيها وغير عربية. نفط البلاد الإسلامية كم سنة؟ 50 سنة. قبلها هل أدري كانت؟ بعد 50 سنة ينفذ النفط، فلا أدعية تنفذ. والأدعية تحل ملايين المشاكل، غير أنها توحي ملايين الإيحاء. من الضروري علينا التمسك بالدعاء وذكر الله على طول الخط. الإنسان في الحقيقة يجب تنورها، جرب هذا الشيء، لأن هذا الشيء مما يدرك ولا يوصف. على طول الخط قول لا إله إلا الله، شوف أصلا تتنور وما تتنور، تتغير حالتك وما تتغير حالتك. ومن عجيب الأمر، وهذا شيء مجرد، يقولون أن أسامي الله سبحانه وتعالى أي اسم كررته الله يعطيك نفس الصفة. يعني تريد أن تكون مثلا غنيا، على طول الخط قول يا غني، لا تمر مدة إلا وعد الله يغنيك. على طول الخط مثلا أفرض تحب أن تكون شجاعا،
قول على طول الخط مثلا يا كذا من صفات الله سبحانه وتعالى الله يعطيك يا كريم الله يعطيك يا جبار الله يعطيك الجبر جبار بمعنى ايه جبار بمعنى سلطان جبار يعني ظالم وجبار بمعنى جبر الفسر هذا شيء مجرد نحن يجب ان نتعلم من الامام السجاد عليه الصلاه والسلام هذا الشيء ونسأل الله ان يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى